سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً في نساء السعودية، عشان كذا مرة مهم نعرف أنه متى نزور الطبيب. يلتزم على السيدة أن تزور الطبيب لهدفين: الماموغرام الدوري أو الفحص المبكر، أو لوجود أعراض. الماموغرام الدوري أو الاكتشاف المبكر يبدأ في سن 40، والهدف الرئيسي منه هو تحقيق أعلى نسب شفاء ممكنة للمريضة، ويتوجب أنه ينعاد مرة كل سنة إلى سنتين. بعض النساء قد تحتاج إعادة الفحص كل 6 شهور أو بعض الفحوصات الإضافية على حسب الحالة. أيضاً في حالة وجود قريب من الدرجة الأولى اللي هم الوالدين، الأبناء، الإخوة، أو الثانية اللي هم الأحفاد، الأجداد، الخوال أو الأعمام في سن مبكر، قد يتوجب بدء الاكتشاف المبكر قبل سن 40. السبب الثاني اللي نزور عشانه الطبيب هو وجود الأعراض. أهم الأعراض هي ورم أو كتلة في الثدي. والورم قد يكون كيس مائي أو صلب. الصلبة بنسبة 80% هي حميدية، لكن لازم من الفحص عشان نتأكد أنها ما هي خبيثة. وجود تغيرات في الجلد. التغيرات تشمل تغير في لون الجلد، زيادة في سماكة الجلد، قد يبدو الجلد كأنه قشر برتقالة، احمرار، تقرحات في الجلد، تغير في حجم الثدي، إفرازات من الحلمة تخرج من غير ما المريضة تحلب الثدي. هذه الأشياء اللي جداً علامات حمراء تخليني أقلق على المريضة. لا، وجود الآلام في الثدي في النادر يكون عرض من أعراض السرطان، لكن حتى وجود الآلام تستلزم الزيارة الطبية لطبيبك المعالج. ودمتم بعافية وصحة جميعاً.